السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اليوم إن شاء الله حصص تحضير لشهادة الأرا سي اس اي، وموضوع اليوم راح يكون إن شاء الله عن المهام والتمبوراري فايل، أوكي، والفايلات المؤقتة. لما نتكلم على التاسك بصفة عامة، هو فيه نوعين من التاسك، أوكي. ولو واحد من الأفضل أنه إذا كان عنده recurring system job وش يدير، من الأحسن أنه يعمل لهم scheduling. هذا scheduling عنده طريقتين، إما باستعمال كرون، أو فيه كذلك الآت. الفرق بينهم أن الكرون يمكن أن تعمل بها سكيدولينج أنت مهمة لعدة مرات، معناتها تكون ريكيرد، يمكن إعادتها كل يوم، كل أسبوع، كل ساعة، كل شهر، على حسب البرمجة. لكن آت هي برمجة ل مرة واحدة فقط، أوكي، برمجة لمرة واحدة فقط. إحنا اللي يهمنا هو الكرون، اللي يهمنا هو الكرون. لما نتكلموا عن الكرون، الكرون هو غالبا سطر واحد يمكن أنك تكتبه. السطر فيه الأول minutes hour day of month، اوكي. ولما نحكي على day of month هو الرقم من 1 ل 31 ولا 30. بعدين يجي الماونث، وبعدين يجي day of ويك، اوكي. اللي يبدا هذا عندكم عادي من الصفر، هنا 52، وهنا عندكم كذلك حتى 23، هنا عندكم من 1 31، وهنا عندكم بالطبع من 1 12، وهنا عندكم بس من 0 ل 6، اوكي. يعني من المفروض حتى ل 7، لكن 0 يساوي 7 مباشرة، اوكي. والصفر هو الأحد، والصفر هو الأحد، اوكي. كل واحد يمكن أن يكتب مباشرة Sunday ولا Monday، وبعدين هنايا وش تعمل؟ تعمل الكوموند اللي أنت عاوز. معناتها إذا عملت هنايا بالطريقة والكوماند، معناتها راح نعمل برمجة تقريبا تقول في كل دقيقة، كود تقريبا تقول في كل دقيقة، ولا يمكن أنك تعمل هذه في كل دقيقة. إذا عملت مثلا غيرت هذه الآن، رجعتها 1، وش معناتها هذه؟ معناتها أنه كل في رأس كل ساعة راح يقوم ب بتنفيذ هذا الأمر، بتنفيذ هذا الأمر، ولا سكريبت اللي تكون حاطه أنت على هذا اللاين. إذا كنت يوزر مسموح لك أنك تبرمج مهام، يمكن أنك تتعامل معاه بالأمر كرون tab minus e، والماينس ال ايديت، وماينس ال باش تشوف اذا كان عندك اصلا شيء مبرمج ولا لا. هذا فيما يخص اليوزرز، لكن في السيستم في حد ذاته عنده بريديفايند كرون، اوكي، ولا مهام مبرمجه
في السيستم، والسيستم يحطهم في slash etc slash cron dot day. اوكي cron dot day. ولما تروح انت وتشوف الكرون طاب راح نشوفه في مباشرة على اذا عملت مثلا انا كرون طاب اوكي ما يسأل راح يقول لي ما عندك ولا كرون طاب. اذا عملت كرون طاب ماينس اي راح يعمل كرون. أنا يمكن أنك تعمل هذا يوزر عادي ولا بالروت، لكن خذوا بالكم فيه اثنين من الفايلات اللي هما كرون دوت deny وكرون دوت deny. وش معناتها؟ معناتها إذا أنا حطيت اليوزرز هنا مستحيل يقدر يعمل كرون طاب. أوكي؟ لأنه ممنوع للكرون طابل ولا برمجة المهام، لأنه مش من المعقول أن نعطي صلاحية لهذه أي واحد ويمكن أنها يبرمج مهام لتكون تتعاود بصفة كثيرة ويمكن يحط لنا مشاكل. أوكي راح نديره كرون طاب هاي تشوفوا باللي يوزرز عنده عادي، وتشوف الكرون طابل نتاعك وين راهي، هي صفة مؤقتة راهي في هذا الفايل. اوكي صفة مؤقتة راهي في هذا الفايل. وش قلنا احنا نديرو مثلا اذا عملنا واحد هذه الساعة اوكي من بعد هاي من بعد الماونت من بعد داي اونت ودير الكوموند اللي راك حاب تستعملها مثلا ls minus l على slash etc. اوكي وتخليها. اوكي انا من لانها هذا الكرون اللي استعملته انا ما راح يعمل مهمة باينة، هو راح يعمل بس كوموند لتعمل ليستينج. وشوف انت يا لازم تشوف var log cron dot cron مباشرة، وهناك تشوف عندك نتاك على ال... اوكي هذه هنا عندك انه هو على 17 و 5 و 18 دقيقة بالتوقيت عندي. ولا تروح تشوف كذلك فايل لوج مساجز تشوف اذا هذا الكرون عملوا execution ولا لا. اوكي هذه مثال اللي ناخذوا به ولا اللي نتعاملوا به مع الكرون طبعا. اوكي مثلا خلينا نقولوا اذا امكن ديروا شيء احسن مثلا كرون طاب. اوكي هي من الاحسن انك اذا حاب تعمل شيء يتعاود يوميا مثلا، من الافضل او كل ساعه من الافضل انك عوض ما تديره بهذه الطريقه تروح تخدم سكريبت نتاعك، جهز سكريبت بصفه عاديه وتحطه في واحد من الكرون ديلي مثلا ولا كرون ويكلي ولا كرون اورلي
ولا كرون؟ مونتلي. الفرق بين انك تستعمل الكرون تاب وهذا، انك هنا وش لازم تحط هنا، ما دخلك انت في الوقت اللي راح يعمل فيه التنفيذ، لانه مثلا هذا دايلي معناتها كل يوم راح يديرها، وهذا ويكلي كل اسبوع ولا كل ساعه. انت لازم تحط بس هنايا فايل يكون، فايل يكون executor. مثلا اذا شفنا هنايا، مثلا اذا رحنا الكرون اورلي راح نصيبه فيه فايل كرون اورلي زيرو. هذا خدمته اصلا وش يدير؟ هذا هو المسؤول انه يشوف ما هي المهام اللي طلبنا من السيستم انه يعمل عليها execution، وبلسبب او لاخر هذا الكرون ما تمش التنفيذ نتاعو. انا كرون هو السيرفيس اللي من مهام نتاعه انه يمكن انه يعيد تنفيذ الامر الذي تمت استحالة تنفيذه من قبل. اوكي، هذا هو كرون تاب. وهذا فين حطوه؟ هو سكريبت عادي. اوكي، حطوه وين؟ حطوه في كرون اورلي، معناتها في كل ساعه نعملوا تشيك على الفايلات. اوكي، نعمل تشيك على الفايلات اللي عندها علاقه بال هذا فيما يخص الكرون. شيء ثاني، الكوماند، من الافضل ان واحد لما يستعمل مباشرة ل اوكي الاس. احنا راح ناخذ هذه ونروح نغيره الكرون طابل اللي خدمناه اليوزر، راح نقوله هكذا. هذه وش تصبح؟ تصبح كل دقيقة، تصبح كل دقيقة يعمل الاس على. اوكي، راح نشوف انا مثلا سيدو ماينس اي وندير تايل على var log cron. اوكي، هذا اديتر 29، معناتها 23 لازم دقيقة من بعد. شوفوا هو عمل الاس واعطاك مباشرة هنايا راح نغيره. مثلا احنا هذا نطلب منه انه يعمل كرييت على فايل خلونا نشوفوا ديت يكون أحسن. نجيبو حتى راح نقول له كل يعطيني تاريخ الكرييشن، تاريخ الكرييشن. اوكي، وين راح يحطه؟ حطه في سلاش هوم سلاش، نخلي نديره في تي ام بي مباشره. اوكي، ونعمل له اوكي. نشوف انا الان تي ام بي وش فيه حاليا، ما فيه شيء باسم فايل. اوكي، لازم تستنى انه نعاود نشوفو كرون تاب اللي عملناها ماينس ال انها تعمل تاتش على فايل وتعطيه الاسم بالديت. اوكي، تعطيه الاسم بالديت. سيدو
تايم لوج كرون بس نشوفه. unexpected file ما اعرفها. من الاحسن غيره. اوكي راح اغيره كرون. طيب ما يسأل راح نديره هذا في فايل. اوكي حطوا هذا في فايل نسميه كرون دوت اتش ايش. شو المشكلة؟ كات كرون شفت عمل الاكزيكشن عادي. راح نعملها انا طريقة ثانية. اكدت بس انه هي شغالة. الان راح يطبقها بش مباشرة هيك. شاش مود كرون اكس ونتأكدوا منها اس تي ام بي كرون. هو الفايل الاول. اوكي خلينا نشوفه الان نغيره في الكرون. نخليه احسن من مش بهالطريقة. راح نعمله مباشرة home rscsr cron dot h. okay. اللي لازم يعمل له كل. اوكي راح نتأكد انه ما عندنا مشاكل في الكرون. edited عادي ما فيه مشاكل حد الآن. ما في مشاكل. الفايل الأول بس اللي عندنا. أول تاني شوفوا عند 29/1 عمل كرييشن تحت الفايل لأنه قام بتنفيذ الفايل اللي حطيناه على. أوكي معناتها بعدها أن تستنوا بس يوصل ل30/1 وتصيب الفايل الثاني. نروح نشوفه كرون. هاي تشوف cmd. اوكي هو الفايل اللي عملوا عليه execution. اوكي بيت 29 خليه يوصل لل30 ونشوفه الفايل الجديد. أول فايل تتأخر. هذا كله من كرون تاب ما يسأل اللي عندي اللي هنا اللي يعمل كرييشن متاع ولا يعمل ينفذ هذا الأمر كل دقيقة. أوكي كل دقيقة إذا حبيت كل 5 دقائق راح نغير هنا بهذا الطريقة نغيره بهذا الطريقة. أوكي والأحساب البرمجة اللي أنت حاب تحطها على حسب البرمجة اللي انت حاب تحطها. اوكي فيه نوع ثاني من البرمجة اوكي سكيدولينج اللي تعملوه بالسيستم دي. اوكي اللي تعملوه بالسيستم دي وهذا هو يزيد يونيت جديد في السيستم دي يسموه تايمر. راح نشوفه
example الأكثر استعمالا راح نتأكدوا أنه C starts خلينا نديروا الماونت سي ستات إذا كان افيلبل مش هذا اللي ياخذ statistic نتاع السيستم على حسب البرمجة اللي تحطها اوكي انستال هذا مبرمج انه ياخذ كل دقيقتين يعمل تنفيذ الأمر الخاص ب بالسيستم ستارت اوكي يمكن واحد يروح يشوف هذا من سيستم CTL اوبس يوزر ليب سيستم دي سيستم سي ستارت collects time اوكي راح تشوف انه ياخذ الكولكت كل 10 دقائق هذا الطريقه اللي يحط بها التايمر اوكي ياخذ هذا كل 10 دقائق ياخذها كل 10 دقائق بهذه الحاله انت يمكن انك تغير هذه وتحطها على حسب على حسب ال ال على حسب المبتغى اللي تحوس عليه انت لانه هذا شو معناتها معناتها هو راح يجيب السيستم سي تي ال اللي هو التايمر هذا راح يعمل انفوكيشن للسيستم ستارت كولكت سيرفيس اوكي اذا رحت شفت السيرفيس راح تشوفوا باللي يعمل كوموند اللي هي صات هاي لا كوموند ولا الامر اللي قد امره ويقوم بالتنفيذ تاعه بروت يعني اذا حبيت انه هذا الامر يكون نعمل له مثلا اكزكيوشن كل 5 دقائق لازم تغير هنا هذه ترجع 5 دقائق هذه اسهل طريقه انك تعمل تعمل برمجه للمهام بدون الاعتماد على الكرون بدون الاعتماد على الكرون هل في اسئله فيما يخص الكرون ولا التايمر راح نروحوا للكرون نحيوها لانها راح تعطينا حتى كثير من الفايلات ونعملها موديفيكيشن ونروح لانه اذا عملت تي ام بي حاليا راح تشوفوا انه كل دقيقه كان يجيب هذا الفايل هذا فيما يخص الكرون طاب كاين شيء ثاني احنا لما نتحدثوا على temporary file نقولوا باللي عندنا اصلا slash tmp اوكي وعندنا slash var tmp اوكي هما فولدرين الفولدر الاول والفولدر الثاني نفس المهام وهي استقبال الفايلات مؤقته اللي عندها وقت وين السيستم راح يعمل تنظيف ويعمل هذا الديت مباشره واحد يقول لي وهذا هذا الفرق علاش ما خلاوش واحد علاش ما داروا رجعوا استعملوا فولدر سلاش تي ام بي وفولدر سلاش بار تي ام بي لانه كل واحد وعنده مدة الاحتفاظ بالفايلات مدة الاحتفاظ بالفايلات مدة الاحتفاظ بالفايلات هذه تشوفوها بالسيستم دي كاين تايمر تي ام بي فايل اوكي كلين تا
تايمر، كيما تايمر اللي شفناه، وراح تشوفوا باللي هذا كل 15 دقيقة يعمل verification. ألوغ نفهمكم بس هذه وش معناتها on boot second 15 دقيقة. معناتها هذا التايمر وش راح يدير؟ تايمر راح يعيط التايمر كلين سيرفيس بعد تشغيل الجهاز ب 15 دقيقة. بعد تشغيل الجهاز 15 دقيقة ويقوم بها هذه بعد هذيك الأول تنفيذ كل يوم ابتداء من هذاك التاريخ. إذا شفنا مثلا سيرفيس راح تشوفوا شو بيعمل، هاي يعمل كلين على TMPD. TMP لما نتكلموا على TMP سيستم دي TMP فايل، هذه الكوموند تروح تعمل كونسلتيشن على عدة فولدرات. الأول اللي تشوفه هو TMP فايل، أوكي. الثاني اللي تشوفه نفسه لكن في الرام، أوكي، في الرام. والثالث اللي تشوفه جاي في اليوزر ليب TMP، أوكي. الحكاية الاستعمال نتاع الثلاثة وش معناته؟ هذه default configuration. إذا حاب تعمل أي management للtemporary file يمكن تحط الفايل هنا، لكن هذه الفايلات اللي شفتهم هنا هم الفايلات اللي حطهم السيستم by default، أوكي. إذا حبيت تغير أي واحد منهم، اوكي، اذا حبيت تغير في اي واحد منهم وش لازم تدير؟ لازم تاخذوا، اذا خدنا هذا والتي ام بي، راح نشوفوا محتوى هذا التي ام بي، اوكي، والتي ام بي راح تشوفوا باللي التي ام بي يعمل له تنظيف كل 10 ايام، والفار يعمل له تنظيف كل 30 يوم. هذا الفرق بيناتهم. معناتها إذا واحد رجع هذه 10 هنا يبقى هذا الفولدر وهذا يعملوا نفس الشيء، هذا الفولدر وهذا الفولدر يعملوا نفس الشيء. كاين شيء ثاني أن نقول له بالإكس، شو معناتها؟ أنك هذه الفايلات اللي تبدا باسم System Deprived هذه معفيه من التنظيف، معفيه من التنظيف مهما كانت عمر الفايل. لانه هنا وش نقول بدا 10، معناتها اذا الفايل في سلاش TMP كان عمره اكثر من 10 ايام السيستم يعمل له ديليت مباشره، السيستم يعمل له ديليت مباشره. إذا كيف يعمل له ديليت؟ يعمل ديليت بالTMP فايل كلين، بالTMP فايل سيستم دي TMP فايل كلين اللي شفناها هنا لما شفنا هذا، أوكي. هذا التايمر كل وش يدير؟ ديلي كلين أب أوف تمبوراري دايركتوري. كي شفنا السيرفيس شفنا أنه يعمل كلين سيستم دي كلين فايل. هذا وش معناتها؟ معناتها راح يروح لكل الفايلات اللي في سلاش هذا مثلا ويعمل لها تنفيذ اكزكيوشن. مثلا انا فرضا اني حاب نبدل هذه ما توليش 10 ايام، حاب نغيرها ونرجعها 5 ايام. البست براكتس انك ما تحدث تغيير مباشرة على TMP file، تعمل له كوبي، أوكي، وتديه على يوزر على RAM، أوكي، TMP file
وتعمل التغيير نتاعك على هذا الفايل الجديد اللي جاي في الرام. الكلين تي ام بي كلين هذا لما يبدي الان راح يسيب انه فيه فايلين في مكانين مختلفين، اللي هو في اليوزر ليب وفيه واحد في الران تيب. شكون يغلب في هذه الحاله؟ يغلب هذا. اوكي، هذا اوتوماتيكلي ما راحش ياخذه بعين الاعتبار. اذا حدثت التغييرات بهذه الحاله وعجبتني التغييرات وما فيها مشاكل، في هذه الحاله اعمل له من جديد كوبي من هنا الاو تي سي تي ام بي فايل مباشره. اوكي، وفي هذه الحاله يكون عندك موديفيكيشن نتاعك تكون دائمه، لانه ما تنساوش انه في سلاش ران الفايل هذه الفايلات مجرد انك تعمل ريستارت للسيستم كل الفايلات تروح ديليت، لانه هذا تمبوراري في حد ذاته، المحتوى نتاعه بس لحظات اللي يكون يشتغل فيها السيرفر. اذا حبيت تدير تغيير دائم لازم تاخذ الفايل من تي ام بي كونفيج وتحطه في السلاش اي تي سي. السلاش اي تي سي احسن طريقه انك تحطه. وفيك ممكن انت تعمل واحد وحدك، راح نديره مثلا راح ران تي ام بي 5 اوكي ونسميه demo.com. اوكي، هذا نحط فيه دي وش معناتها؟ معناتها الديركتوري اللي راح اشتغل عليه وين جاي. اوكي، اذا كان موجود اصلا راح يستعمله، اذا ما كانش موجود راح يقوم بالانشاء بتاعه. اوكي، مثلا نحطه فران سيستم دي ديمو. اوكي، وش لازم تحط؟ لازم تحط البرميشن بتاعه. اوكي، ومن هو صاحب هذا الفايل وكم هو العدد اللي رايح يعمل عليه موديفيكيشن. قال كل مثلا 5 ايام. اوكي، كل 5 ايام مثلا. هذا مثال اللي ناخذوه علشان نعمله مثلا كلين على ولا احنا نستعملوا الكلين نتاعنا. اوكي، انا هنايا راح نعمل كلين. اوكي، صح، لكن راح نديره احسن بعشر ثواني. اوكي، 10 ثواني معناتها وش كاين في الران سيستم دي ديمو. اذا كان عنده اكثر من 10 ثواني عمره وما حدث فيه تغيير، راح السيستم يعمل له ديليت مباشره. اوكي، قلنا كل 10 دقائق راح يروح على الران سيستم. اوكي، سيستم دي اها. اوكي، حد الان راح نعمله سيستم سي تي ال. اوكي، سيستم دي اوبس تي ام بي 5 ونعملو كرييت باستعمال الديمو اللي تعاملنا معه. ديمو. اوكي، إذا عملت ls run systemd هتشوفوا ديمو هواجه.
ما صابو، اعمل له كرييشن اول مره. راح نعمله تاتش الفايل في السيستم دي، اوكي ديمو، نسميه rcsr.txt. اذا عملت له ls ماينس ال، اوكي، وراح ننتظره 10 ثواني. بعد ال10 ثواني من المفروض انه كاين تي ام بي فايل كلين اللي راح يقوم بالتنظيف. هذا اللي شفناه انه يستعملوا التايمر. احنا ما راحش نستناو التايمر علشان يعمل كلين، احنا نديرو سيستم دي تي ام بي فايل كلين، اوكي، ونستعملوا الفايل الكونفيجريشن فايل اللي استعملناه اللي هو تي ام بي فايل ديم، اوكي. اذا عملت ls راح يقول لك نوت فاوند. علاش نوت فاوند؟ لانه العمر تاعو اكثر من 10 دقائق. السيستم دي مباشره تي ام بي فايل راح عمل عليه ديليت، عمل عليه ديليت. هل في اسئله بالنسبه لتي ام بي فايل؟ خذوا بالكم تي ام بي فايلز والكونفيجريشن على تي ام بي فايلز يمكن تكون في 3 مواضع. الموضع باي ديفولت اللي هو يوزر ليب تي ام بي فايل، الموضع الثاني اللي هو ران تي ام بي فايل دوت دي، والموضع الثالث هو سلاش تي سي سلاش تي ام بي فايل دوت دي. وهذا هو الترتيب نتاعهم، معناتها الاقوى هو سلاش تي ام بي، بعده يجي الران، وبعده يجي سلاش يوزر ليب. الحكايه انه استعملوا هذا الثلاث ملفات من اجل كيف قولها باللغه العربيه، خلينا نشوف لكم الترجمه باللغه العربيه. تصفية. لا مش تصفيه، تصفيه تصفيه شيء اخر. عدم استعمال اليوزر ليب لانه هو الديفولت، اوكي، هو الديفولت. ونستعمله سلاش اي تي سي ليش؟ لانه اذا لا قدر الله قمت بابديت، والابديت هذاك راح يجيب فايل جدد في الديفولت، الكونفيجريشن اللي حطيتها في سلاش يوزر ليب مباشره تروح. لكن اذا غيروا هما اصلا في التي ام بي هذا اللي هو ديمو مثلا اللي كان في سلاش يوزر ليب تي ام بي فايل مباشره، انت عندك اصلا في سلاش اي تي سي. معناتها اذا كان موجود في سلاش اي تي سي مهما كان التغيير في الديفولت ولا في الران ما يهمنا، اوكي، مفهومه هذه؟ معناتها ترتيبهم يكون اي تي سي هو الاقوى، يجي بعده ران، بعد يجي دي، اوكي. معناتها اذا وجد الفايل نفسه كونفيجريشن فايل نفسه في 3 فولدرات راح ياخذ نتاع الاي تي سي، اذا وجدوا فقط في الران والليب راح ياخذ نتاع الران، اذا وجدوا فقط في الليب راح ياخذ تاع الليب اللي هو اصلا الديفولت كونفيجريشن، اللي هو اصلا ديفولت كونفيجريشن. اوكي، هل في اسئله فيما يخص التي ام بي فايل؟ وكل قلنا كل تي ام بي فايل محطوطه على يوزر ليب تي ام بي فايل. ناخذ مثلا نشوف شيء ثاني اللي تعرفوه انتم، مثلا الفار، لا مش الفار، نشوفوا ار بي ام تاع الباكيجز. هذا الدي بي، هذه الـ
داتا بيز نتاع الار بي ام انستالات في الماشين عندك، اي في الهوست نتاعك، هنا يعمل لها ريموف على حسب على حسب الكونفيجريشن اللي تحطها. اوكي، هل في اسئله ثانيه؟ واللي حاب يشوف اكثر امثله ولا اكثر يمكن يعمل مان على سيستم تي تي ام بي فايل، وهنا عندك كل سيرفيسات هم اللي حكينا عليهم، التايمر سيرفيس سيت اب اليونت اللي استعملها، الكرييت شو معناتها، اذا لما تجي تكري انت فايل هذا التي ام بي فايل، اذا راك حاب تشوف كيفيه استعماله هذا من المفروض واحد مثلا في اكزام يقدر مباشرة نشوف المان من غير ما تشوفوا الترتيب. هيا etc run user، هذا شيء اللي عنده علاقة بالترتيب، ومن بعد يعطيكم فكرة عن دي example. هذا example جابوه، حتى واحد مثلا راح الاكزام ونساه ما لازم ينسى هذا الاسم system دي tmp file و tmp file dot d. هل في أسئلة بالنسبة لهذا هذا الموضوع؟ أوكي، المهم إذا كان عندكم أسئلة بعد إعادة مشاهدة الفيديو اللي راح إن شاء الله يتم تحميله بعد قليل، يمكن مراسلتي على اليوتيوب تحت الفايل لتكون الاستفادة عامة إن شاء الله. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.